دلوقتي هنعمل مع بعض عجه سبانخ. عجه السبانخ دي بالسبانخ موجود دلوقتي كتير، فهنعمل حوالي كيلو من السبانخ اللي بتنزل على ما فيش. سبانخ خضره، شبت بقدونس، كزبره، خمس ست بيضات بقى زي ما انت عايزه، نص كوبايه بقسماط ناعم، نص كوبايه دقيق، نص كوبايه لبن، بصله كبيره مقطعه صغير، وتوم، شويه شطه، شويه بيكنج باودر، علبه بيكنج باودر كبيره علشان الايه الدقيق وتنفش معاه العجه ما تبقاش مكتومه. فيها بيض وكل حاجه بس البيكنج باودر برضو بيديها قوام تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قولي كده للعجه كلها هناخد الزيت هنا حوالي ربع كوبايه من الزيت، حوالي ربع كوبايه من الزيت، بصلايه كبيره مقطعه صغير او مبشوره اللي يريحك برضو، خليها تدبل، شويه ملح، نقطعها بقى رفيع. انا هعمل كيلو بحاله من السبانخ عشان استفيد من قيمه الغذائيه بتاعت السبانخ. قبل ما انزل ايه السبانخ دي كلها بقى، انا هنزل بس التوم الاول، هنزل التوم، اخد كده التوم، البصله خلاص دبلت. بسم الله. كده انا بطعم السبانخ كمان، يعني غير ان انا بحطهاش نيه عشان طعمها ما يبقاش مدي كده حاجه غريبه، انا كده بديها ايه، بديها طعم من البصل والثوم. قبل ما اشيلها بس انا هضيف لها دول، بس مش هخليهم على النار، يعني ايه راح اقليهم في السخونيه بس عشان على النار، بعدين اضيف لها الخضار ده. اجي هنا بقى لبقيه العجه بقى، هاخد كده وعندي هنا حوالي خمس ست بيضات. شوفي هي مغذية من كل ناحية، يعني فيها كمية محترمة من السبانخ وكمان بيض، والبيض مغذي جدا جدا جدا. بصي بقى السبانخ راحت فين؟ راحت في البيبايا. اديها بقى ايه، شبت وبقدونس وكزبرة، حبة كويسين، كل دي فوايد اهي، شيلها مع النار. نيجي هنا بقى، ادي البيض عليه نص كوباية دقيق، نص كوباية لبن، معلقة بيكنج باودر كبيرة، نص كوباية بقسماط، مش نص كمان يعني، معلقتين كبار كده، شوية شطة وملح وفلفل وكمون، فلفل اسود، ملح، كمون، واقلب ده كله كده. اروح حطهم هنا على خلطه الايه، البصل اللي حاطه له ثوم، وبعدين حاطه له السبانخ، وبعدين حاطه له شبت وبقدونس وكزبره. شفتوا العجه الخضراء بقى دي؟ هسميها العجه الخضراء، الارض الخضراء. بس واحطها بقى في البايركس، اقلبها كده واحطها في بايركس مدهون بالزيت او اي صينيه يعني تدهنيها بالزيت، وحطي فيها العجه دي وندخلها الفرن. بس كده، حسب ما انت بتحبي العجه شكلها ايه. بس خلاص انا خلصت، ادخلها كده واروح مدخلها الفرن وخلصت على كده.